السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا الخير في الخيل. وحديثنا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن ألوان الخيل واللون المفضل للخيل في ديننا وموروثنا العربي الأصيل. قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل الثلاث مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيات. عزيزي المشاهد، ومن الاستنباط في الحديث السابق يكون خير الخيل أربعة من الخيل مذكورة: واحد الأدهم الكامل وفي وجه علامتان أقرح وأرثم، اثنين الأدهم الذي في وجه قرحة ورثمة ويزيد وجود التحجيل ثلاث أرجل ومطلق اليمين منها، ثلاثة الكوميت الكامل وفي وجه علامتان أقرح وأرثم، الرابع والكوميت في وجه قرحة ورثمة ويوجد به تحجيل ثلاث أرجل ومطلق اليمين منها. ولمدرسة العرب وأهل اللغة العربية مسميات كثيرة وأوصاف وشيات وفوارق العلامات في وصف ألوان الخيل، سواء في وجه الفرس أو في سيقانه وأرجله أو في سائر جسمه، فكما عهدناهم في الوصف فهم أدق وأعرف الأجناس في هذا الكوكب، بل من البلاغة اللغوية في أشعارهم المحفوظة وطرق التشبيه والوصف تجعلك ترى الخيل أو المادة الموصوفة وكأنك تراها حقيقة أمام عينك. ولذلك بلغوا في القراءة الأثر على الأرض، وكذلك في النجم في السماء، وطبعا أعالي البحار، فهم مدارس متعددة التخصصات ليصلوا بشهاداتهم لبروفيسورات العصور السابقة والقادمة بإذن الله تعالى. وهنا أقف عزيزي المشاهد لأرصد لك بعض فنونهم في وصف بياض جبهة الفرس ووجهها حسب كلمات وترتيبات معينة لكي يراها الناظر بالصورة المرسومة لهذه الخيل الغائبة لحظة وصفها. فإذا كان البياض في جبهته قدر الدرهم فهي القرحة، فإذا ازدادت فهي الغرة، وإن سالت ودقت ولم تتجاوز العينين فهي العصفور، فإن ملأت الخشوم وهي منطقة الغنة من الإنسان، وهي المنطقة التي تلي فتحة أنف الفرس ولم تصل إلى الشفة فهي شمراخ، فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشاذخة، فإن غطت جميع وجهه غير عينيه قيل له مبرقع، فإن اتسعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو كطيم، فإن كان بشفته العليا بياض فهو أرثم، فإن كانت بالسفلى فهو أنمط. وقوله طلق اليمين أي غير محجلها، والحجل هي علامة بيضاء تصل إلى منتصف عظم الوظيف، أما التحجيل فهي علامة بيضاء تصل إلى الركبة أو العرقوب أو فوق المفصل، وله عدة أوصاف هي محجل الأربع، البياض أو التحجيل في قوائم الحصان الأربع، محجل الثلاث، مطلق الرابعة، التحجيل في الثلاث قوائم فقط، محجل الثلاث مطلق اليمين، التحجيل في الثلاث قوائم، وقائمة اليمنى خالية من التحجيل، محجل الرجلين عندما يكون التحجيل بالرجلين فقط، أرجل عندما يكون التحجيل في رجل واحدة، أعصم اليدين
عندما يكون التحجيل في اليدين وليس بالوجه بياض. محجل اليدين عندما يكون التحجيل في اليدين وليس في الوجه بياض. أعصم عندما يكون التحجيل في يد واحدة وبالوجه بياض. ممسك الأيامن مطلق الأياسر عندما يكون البياض برجل ويد من جانبه الأيمن. ممسك الأياسر مطلق الأيامن عندما يكون البياض برجل ويد من جانبه الأيسر. المشكول عندما يكون البياض في اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو في اليد اليسرى والرجل اليمنى. التخريم عندما يكون البياض في الأرساغ أو جاوزها. التحبيب عندما يرتفع البياض حتى أسفل الركبة أو العرقوب ولم يبلغها. المصرول عندما يبلغ البياض الركبتين والعرقوبين. الأخرج عندما يخرج البياض من الذراعين والساقين. الأنبط عندما يرتفع البياض حتى يبلغ البطن. الأبلق عندما يظهر البياض على البطن. وقوله فكميت هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد، ويقال للذكر وللأنثى. وقيل أن الكميت ما فيه حمرة مخالطة لسواد، وليس سوادا خالصا ولا حمرة خالصة. ويقال الكميت أشد الخيل جلودا وأصلبها حوافر. ويقال الكميت الفرس الذي ذيله وشعر عنقه أسودان والباقي أحمر. وقوله على هذه الشية، الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس، وهذا هو المعروف. وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الخيل الأدهم المتصف بتلك الصفات، ثم الكميت، وكذلك من الألوان المميزة اللون الأشقر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في الشقر. قوله يمن الخيل في شقرها، اليمن هي البركة. والأشقر قال في لسان العرب مال لونه إلى الحمرة مع البياض، وقيل الأشقر من الخيل مثل الكميت، إلا أن الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرف، والكميت أسودها، والأدهم شديد السواد. وفي رواية لأبي داود: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر محجل. وفيه استحباب لهذا اللون وتفضيله على غيره. وفي الإبل أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم. قال تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والمقصود في ألوان الخيل جمالها، والجمال أذواق، والأذوق هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أتباعه، فالأحب إليه أحب إلينا. وبهذا نختم الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.